انطلاقا من كون الأطفال هم ثروة الأوطان وذخيرة الأمم لبناء المستقبل، أكد عدد من خبراء التربية أن التنشئة السليمة تؤهل الأطفال ليكونوا أفرادا صالحين فاعلين في المجتمع، مشددين على أن تعليم الطفل بمختلف المراحل يهدف إلى تنمية شخصيته وموهبته وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها. وأشاروا إلى أن التعليم يعزز أيضا شعور الطفل بقيمته وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية. وفي نفس السياق أكد آخرون أن توفير البيئة النشطة نفسياً وجسدياً للأطفال تساعد على اكتساب المعرفة الأساسية وتطوير مهارات التفكير الناقد وتحسين إمكانية اتخاذ القرارات، فضلاً عن التحكم في النفس وحل المشاكل ذاتياً. وأوضحوا أن ذلك يحفز الأطفال أيضاً لحب التعلم والمعرفة من خلال بيئة تعليمية صحية ومحفزة تكسبه كيفية الاعتماد على النفس والتعاون مع الآخرين. وأشاروا إلى أن المعلم له دور حيوي في هذه البيئة التعليمية يؤدي إلى خلق تواصل فعال مع الطلاب، كما يساهم في توصيل المعلومات من خلال الأنشطة التربوية الفعالة التي تنمي الشعور بروح الفريق والمسؤولية تجاه المجتمع. وفي نفس السياق أكد خبراء آخرون على أهمية تعليم الأطفال مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، بما يمنحهم الفرصة لتنمية وإثبات قدرتهم على التفكير والتواصل والتعبير عن كل ما يجول في خاطرهم. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا. زي ما تابعنا الحقيقة في التقرير بنتكلم عن التفكير الإبداعي عند الأطفال، لأن طبعا الأطفال هم شباب ورجال المستقبل. من هنا الحقيقة كلنا بنحاول نوجه ليهم اهتمام كبير جدا، وده مش بيكون بس من خلال التعليم التقليدي، لكن أيضا بيكون من خلال تنمية ذكاء الأطفال ومحاولة اكتشاف قدراتهم في التفكير الإبداعي ومواهبهم اللي ممكن ينطلقوا من خلالها لأفاق يعني رحبة في المستقبل. الحقيقة وفقا للدراسات والأبحاث زي ما ذكر في التقرير أنه بالفعل الأطفال كلهم بيولدوا عندهم القدرة على الإبداع، لكن في أسباب بتوقف الإبداع ده عند حدود، وفي آليات وطرق معينة من خلالها ممكن الأسرة تساعد الطفل أنه هو يستمر في الإبداع ويكون الحقيقة شخصية مبهرة ومميزة. ده اللي هنحاول نتكلم فيه في حوارنا النهاردة، إزاي ننمي الإبداع عند أطفالنا وإزاي نكتشفه وإيه هي الحاجات السلبية اللي بتقتل الإبداع ده، إزاي نتوقف عنها. ده هنحاول نتعرف عليه من خلال حوارنا مع ضيفتنا في الاستوديو دكتور مروة مشهور، أخصائي النفسي والمدرب الدولي للتنمية البشرية. دكتور مروة صباح الخير وأهلا بيكي معانا. صباح النور. أهلا بيكي. دكتور مروة، نتكلم في البداية يعني إيه هو التفكير الإبداعي، نعرفه إزاي؟ التفكير الإبداعي هو كل فكرة جديدة بتوصلنا لحل مشكلة أو بتوصلنا لاحتياج معين إحنا كنا عايزينه. أنا لما ببقى عندي مشكلة ما ببدأ أقول طب الحل بتاعها إيه؟ هنا ببدأ أوجد بعض الحلول الغير تقليدية الغير متعارف عليها، لأنه الفكرة بشكل عام أو التفكير بشكل عام هو إن أنا أعمل نفس الشيء اللي قبلي عملوه. لما ببدأ أعمل شيء جديد هو ده الحاجة الإبداعية الجديدة، فإن أنا أفكر في إيه هو الجديد اللي غيري ما عملوش. ده التفكير الإبداعي بأبسط صوره. يعني امتى دكتور مروة يعني امتى بيظهر او عند اي سن بيظهر الطفل ده عنده بالفعل تفكير إبداعي، او كل الاطفال صحيح بيولدوا عندهم القدره دي؟ في قاعده كل طفل مبدع. ممكن يكون مش الإبداع المتعارف عليه، في ناس شايفه انه الإبداع هي موهبه بتظهر عند الطفل من سن صغير، لكن الإبداع هو مجالاته كتيره جدا. ممكن اكون مبدع في الكتابة أو في الحكي، إن أنا أحكي بشكل كويس، إن أنا أعبر عن نفسي، ده إبداع. إن أنا أتعرف على الناس وأبقى مقبل على الموجودين حواليا بشكل كويس جدا وأتعرف عليهم، ده إبداع. إن أنا أكون شخص حركي بيتحرك بيعمل حركات كتيرة وشاطر مثلا في الحاجات الرياضية، ده إبداع. إن أنا أكون بحسب بسرعة، ده إبداع. كل شيء في مجالات الحياة هو إبداع عند الطفل. لكن بعض المهارات اللي حضرتك ذكرتيها ديت أو المجالات الإبداع بعضها بيظهر بدري قوي وبعضها يمكن بيتأخر شوية. في بعض الناس وخاصة الأهالي هي اللي بتلاحظ ده في البداية، لأن هم اللي بيبقوا مرتبطين بالأطفال لسن صغير، ما كانوش لسه راحوا حضانة أو مدرسة، شايفين إن الإبداع هما ثلاث حاجات، يا إما إني أكون برسم أو بغني أو بمثل أو بلعب كورة يعني. فالإبداع حصيوه في ثلاث أربع حاجات.
غير كده بيحس ان هو مش مبدع او هو مش موهوب، ما عندوش موهبه ما. لكن كل حاجه بيعملها الطفل من هو صغير فهو ابداع. مجرد ان هو يتعلم المشي والزحف، الزحف على الارض ده ابداع. ان انا ابدا اتحرك لشيء انا عايزه ده ابداع. هنا بقى المحرك الرئيسي لخلق الابداع ده هو ده اللي بيفرق مع الاهل. يعني انا بحطه في بيئه بتحاول انها تنمي الابداع ده ولا بسيبه. في بيبيهات من هما صغيرين ماسكين الموبايلات، فانت ما سبتلوش حاجه ان هو يتحرك ويكتشف ويوقع حاجه، او انت حصرته ان هو يبدا يتفرج على صوره بس. فهنا الابداع بيبدا يقل شويه. لكن انا بتحرك، بوجد حاجه، بدور على حاجه، هنا بينمو الابداع. احط شوكولاتايه بعيد، فمجرد تفكير الطفل اوصل ازاي للشوكولاتايه دي ده ابداع. هنا بيبان كل طفل بيفكر باني شكل. في طفل يفضل قاعد في مكانه يعيط بس عشان لحد ما حد يجيبها له، في طفل تاني يقف على كرسي ويقف على ترابيزه ويتحايل على كل البيئه المحيطه عشان يوصل للشوكولاتايه دي. هنا ازاي دكتور مروة بيكون في العاب معينه او طرق معينه الاسره بتنمي من خلالها الابداع عند الطفل؟ في العاب كتيره طبعا. يعني حضرتك اتكلمت عن الالعاب الالكترونيه لا في العاب، انا ضد طبعا دي سمه العصر للاسف. لا انا ضد الالعاب الالكترونيه على فكره. الالعاب الالكترونيه بتحد من ابداع الطفل. يعني لو عايزين نقول ايه اللي بيخلي الطفل غير مبدع، الالعاب الالكترونيه. واحنا صغيرين ما كانش فيه الكلام ده، احنا الجيل بتاعنا واحنا صغيرين ما كانش فيه الكلام ده، ومع ذلك كان فيه ابداع. الابداع بيطلع ازاي؟ اني احط مجموعه حاجات قدام الطفل وطلع منها شيء. الريسايكلينج اللي بيحصل دلوقتي في كتير من المؤسسات ده ابداع، ان الام تقول له طب الازازه دي ممكن نعمل بيها ايه؟ نحولها لفازه، نحولها لمقلمه، نحولها لكذا، ده ابداع. اني احط الطفل في مشكله ما، احنا النور قطع، هنلعب ايه؟ التابلت فصل، هنلعب ايه؟ مجرد ان هو الطفل ما بيسكتش، ده ما لقاش حل هتلاقيه يعمل حاجه ثانيه. مجموعه صناديق فاضيه هتلاقيه طلع منها حاجه، وقدامه فاضيه هتلاقيه طلع منها حاجه. الطفل ما بيقعدش ساكت خالص، مخه طول الوقت في ابداع، طول الوقت في حركه، طول الوقت في انه ايه الجديد، ايه اللي اعمله جديد. لكن استقبالنا للحاجه الجديده اللي هو بيعملها هو ده اللي بيتوقف عليه، اما الابداع ينمو يا اما الابداع يتوقف ويقل احيانا. طب دكتور مروه، يعني الابداع هنا والتفكير الابداعي، وبما انه الاطفال كلهم مبدعين زي ما حضرتك بتقولي وزي ما فعلا الابحاث والدراسات بتقول، علينا ان احنا ننمي الابداع ده، ده مرتبط بالثقه بالنفس عند الاطفال، وده مرتبط بمواقف معينه وتصرفات معينه من الاهل بيربوا بيها التفكير الابداعي وبياكدوا عنده الثقه بالنفس، زي ايه؟ بصي خلينا نتكلم على علاقه الام بابنها، يمكن عشان هي دي اللي دايما يا اما الابداع بينمو والثقه بالنفس تنمو، يا اما يعني تقف عند مرحله معينه. في البيت بيلعبوا ازاي؟ بالحاجات، بيلخبطوا الدنيا، بيوقعوا الكراسي، بيعملوا خيمه، بيعملوا يعني كل ما هو بيعمل دربكه في البيت فالطفل بيعمله. الام عايزه ايه؟ عايزه البيت رايق ونظيف وهادي. فتبدا هنا لا ما تعملش كذا، ماما احنا عملنا خيمه ودخلنا وانا الاب وده الام ومش عارفه هنعمل ايه. الطفل عمال يفكر وعمال يتخيل وعمل كوكب لنفسه وعامل عالم لوحده. الام عايزه المكان نظيف، عايزه المكان رايق، فهدت له كل ده. هو جاي بمنتهى الحماس جاي يكلمها عن الخيمه والبيت بتاعه، فهي هدت له الدنيا دي كلها. عمل رسمه او قصقص حاجه وجايب لها الحاجه بقى مقصوصه وبتاع، وهي كل اللي عملته انها بصت حواليه على الارض، ايه اللي انت عملته ده؟ لم الورق، لم الحاجه. فهنا بدا الطفل يحصل له صدمه، ايه ده؟ طب انا بعمل ابداع اهو، انا موجود اهو. فهنا الطفل هينمو ازاي؟ هتلاقي في بعض الشخصيات العنيده اللي ما يهمهاش كل ده. مهما يحصل ومهما يتزعق لها هتلاقيها بتكمل في اللي هي بتعمله. بعد فتره بتبدا هنا الشخصيات تلاقي طفل بقى يسمع الكلام قوي، وهنا انا بقول لك خلي بالك لان ده خطر. احنا بنشبه الطفل المبدع زي البالونه، على قد ما انت بتنفخيها جامد فالطفل ده مبدع، بحيث انك ما تقدريش انك تحركيها. الطفل اللي هو بيتلون عشان اسمع كلام ماما، عشان اعمل كذا، عشان اعمل كذا، ده الابداع بيبقى عنده قليل والذكاء بيبقى عنده قليل جدا، ما بيقدرش يتحرك كتير. الام عليها انها تنمي دون بالكلمات اللي هي بتقولها له. الله، شوفي الرسمه بتاعته الاول، الله جميله، برافو عليك، بس ممكن بقى ننظف الحاجات اللي احنا عملناها. فانت استقبلتيه قلتي له كلام كويس، برافو عليك، انا هنعلقها لك، احنا هنعمل الفكره دي، واول ما بابا يجي وريها له فانت فرحتي، وفي نفس الوقت خليه بقى ينظف الحاجه. جميله قوي الخيمه دي، انا هاجي العب معاكوا دلوقتي ونخش الخيمه مع بعض وهنلعب مع بعض.
بس اول ما نخلص هنوضب المكان بتاعنا حوالينا. استقبال الام دايما ما بيبقاش بنفس المثاليه اللي انا بتكلم بيها، انا عارفه ده ضغوط الحياه، بس على الاقل اخلي بالي واثر الابداع، الاثار المترتبه واثار الابداع طبعا كلنا بنلاحظها في بيوتنا، بس على الاقل ابقى لازم واخده بالي من رد فعلي الاول، لانه رد الفعل الاول هو اللي بيفضل عند الطفل في مخه، خلاص بقى بيتبلور على كده. في كمان حاجة يا دكتور مروة، غير المسألة ان انا يعني امدح المنتج اللي عمله من الابداع ده، لكن كمان ان انا يعني اقوي الثقة عنده بنفسه، ان انا ما انتقدوش كتير. دي نقطة الحقيقة الدراسات كمان بتتكلم عنها، انتقدوش النقد ده بيقتل عنده التفكير الابداعي. لا انقده ولا اقارنه، لانه انا طفل بيغني بشكل حلو وطفل مش بيغني او بيبوظ اللحن مثلا، فانا ما اقولوش ايه ده اخوك قالها احلى منك. حد بيرسم مثلا والتاني مش عارف يرسم، ما اقولوش ايه ده رسمته احلى من رسمتك. مجرد المقارنه دي بتقتل الابداع. اولا الثقه بالنفس بتتولد من المواقف اللي انا بعملها. برافو عليك انت عملت كذا، واحاول اكتشف في كل طفل ايه درجه الابداع عنده، او مش لازم الدرجه، ايه نوع الابداع اللي عنده. هل ابداع في تركيب الاشياء؟ هل ابداع في البحث؟ ممكن يكون طفل بيحب بيبحث عن كل جديد ويسال كتير. كل ما يسال كتير ده طفل عنده ذكاء وعنده ابداع. لكن انا بقى استقبالي للاسئله دي ازاي؟ مش وقته، احنا واحنا فاضيين دلوقتي، طب يلا عشان نلحق التمرين، يلا عشان نلحق المدرسه. وطبعا الاطفال دايما بتختار اوقات غير مناسبه انها تسال اسئله، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقيم ده. وفي نفس الوقت اديله ثقته بنفسه. طب احنا اول ما نرجع من المدرسه هنقعد نتناقش في الموضوع ده. طيب تعالى نتعرف على حد جديد، اشوفه بيسلم على الناس بسهوله ولا لا، هل هو اجتماعي ولا مش اجتماعي. ابدا افرق بين الشخصيات، لكن لا قارن ولا اقول له اعمل او ما تعملش، سيب الطفل براحته. طب دكتور مروه، يعني كتير يعني بيتقارنوا بين، او مش بيقارنوا، بيبقى بالنسبه لهم مشكله ان هم يوازنوا بين يعني ان هم يدوا للطفل حريته انه يلعب ويبدع وكده، وانه عنده التزامات مدرسيه وواجبات ومذاكره وكده، وبيبقوا معتقدين ان ده بيأثر سلبيا على المذاكره والدراسه، لكن في الواقع الحقيقه يعني المفروض ان هو العكس. ازاي خلينا اشرح لك ده بس ببساطه كده، ان احنا عندنا جزئين من المخ. المخ مقسوم نصين. نص يمين ده المسؤول عن الابداع والرسم والمشاعر وكل ما هو مبتكر في الجزء اليمين من المخ. الجزء الشمال ده المسؤول عن العمليات الحسابيه والذاكره بنسبه بسيطه جدا، بنسبه 20%. الجزء المسؤول عن الابداع مسؤول عن الذاكره بنسبه 80%. احنا طول الوقت بنهتم بحفظ الاشياء، بنهتم بان هو يخلص الحاجه بتاعته، ان هو يحل المسائل بتاعته، فبنهتم بالجزء الخاص بال 20% من الذاكره بشكل عام. انا الطفل بيخش بيفهم في الفصل او بيفهم في الفصل، بيجي يخش الامتحان ممكن ما يفتكرش يحل، صحيح، وانا براجع له باكد على نقط معينه كل مره ينساها، وهي دي نفس النقط اللي بينساها في الامتحان. الفكره كلها ان انا بفضل مركزه على طريقه تقليديه في المذاكره، متعارف عليها من قديم الازل، مفيش اي تجديد في المذاكره، وبالتالي الموضوع بيبقى ممل للطفل مع كل المستحدثات اللي حواليه. بيجي يتفرج بس على فيلم كرتون، في ابهار، في الوان، في حركه، في حاجات كتير، بيفتكر كله بكل تفاصيله، بكل الاغاني اللي فيه، بكل الحوار اللي فيه، ويقعد يقلد اللكنات واللهجات المختلفه اللي فيه. طب تعالى احفظ ثلاث ابيات شعر، مش عارف يحفظه. طب ليه؟ لان انا بذاكر بطريقه تقليديه. في بعض يعني في السنوات القليله اللي فاتت بعض المدارس بدات يعني تخلي بالها من الحته دي شويه، انها تعمل كتب ملونه، والمناهج دلوقتي بقت كويسه. يعني دلوقتي بدات شويه في الكام سنه الاخيره. حتى شكل كتاب المدرسي من كام سنه كان ابيض واسود، دلوقتي بقى ملون، دلوقتي بقى فيه عناصر متقسمه. انا كده بروح ناحيه النص اليمين من المخ، اي حاجه فيها الوان وحركه اروح للنص اليمين من المخ. لو الام بدات، في حاجه لطيفه جدا اسمها الخرائط الذهنيه، مايند ماب. المايند ماب دي او المايند مابس مجرد انها ازاي احول الكلمات لصور. فانا هنا نقلت الموضوعات من الذاكره 20% للذاكره 80%. فهنا الطفل هيحفظ بسهوله، هيبقى مستمتع وهو بيذاكر، هو ده اللي احنا مش بنعرف نعمله. ان هو لازم يخلص الواجب، لازم يحفظ، لازم يروح تاني يوم عامل كل اللي عليه، ما بديلوش مساحه، ولازم يجيب الدرجه النهائيه. احنا كامهات عايزين الدرجه النهائيه في كل حاجه. لكن لو انا سبت له مساحه ان هو يمارس هوايته، سواء كانت الرسمه او الغنى او من خلال المذاكره، تعالى نعمل الاثنين مع بعض. هنا بقى ازاي اوصل المخين ببعض، النصين ببعض. وهنا بتلاقي الابداع بشكل فظيع جدا يعني. وكان اينشتاين على فكره احنا عارفينه ان هو
كان يعني عقلية جبارة جدا في الحسابات والقواعد اللي عملها والاختراعات النظريات اللي عملها، عالم الفيزياء الشهير. لكن هو كان شاطر جدا في الرسم وكان عامل لوحات رائعة. ولما بدأوا يشرحوا المخ بتاعه لقوا ان في وصلات توصل ما بين النص اليمين والنص الشمال من المخ، اللي هي القناة اللي بتوصل ما بين الفكر الإبداعي والفكر النظري البحث. ده احنا ممكن نقدر نعمله بالتدريب، ان احنا ندرب الطفل ازاي انك تحول كل ما هو نظري لشيء مبدع. وانا انصح الكل بان هو يتعلم الخرائط الذهنيه، يدور عليها هيلاقيها جميله جدا، بتدي ملخص جميل للطفل ممكن من سنه ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي يبدا يذاكر باسلوب الخرائط الذهنيه. يعني الحقيقه دي يمكن افضل نصيحه نختتم بيها حوارنا مع حضرتك لكل الامهات، ان هم يحاولوا يدوروا على التدريب والاسلوب ده علشان يقدروا يوصلوا لنتائج افضل مع اطفالهم يعني على كل المستويات. بنشكرك جدا دكتور مروه مشهور، اخصائي نفسي والمدرب الدولي للتنميه البشريه. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهارده من هذا الصباح، غدا بيتجدد اللقاء واخبار جديده وحوارات جديده. الى اللقاء.